مشاهدينا ننتقل مباشرة إلى موسكو لمتابعة المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية جبران باسيل ونظيره الروسي. أيضا التبادلات الإنسانية ولها تاريخ مثمر. أيضا قد أكدنا على مبدأ على موقفنا المبدئي الداعي إلى الحفاظ على وحدة أراضي لبنان وسيادتها والتخلى عن أي محاولات للتدخل في الشؤون الداخلية في لبنان ما قد يؤدي إلى التصعيد الطائفي في البلاد. وناقشنا الأوضاع الحالية في لبنان و ترقب روسيا بانتباه ما يجري من التطورات في هذه الدولة الصديقة عشية الانتخاب للرئيس الجديد في لبنان، وقد جرت المرحلة الأولى للانتخابات، وسوف يمكن انتخاب الرئيس اللبناني الجديد من توحيد المجتمع اللبناني. وكما قلت سوف ندعم جهود الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية التي اتخذت في الأونة الأخيرة جهودها الخاصة باستتباب الاستقرار والأمن في طرابلس وفي بقاع لمكافحة الجهاديين. سوف تساهم روسيا بنشاط في المستقبل في العمل لفريق العمل الخاص بالمساهمة للبنان، وسوف تقدم مساهماتها للمجتمع الدولي في الجهود الهادفة إلى تعزيز مؤسسات الجيش والدولة والتغلب على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة التي تتطور في الأونة الأخيرة من جراء نزوح كبير من سوريا. وقد استضافت لبنان حوالي أكثر من 1 مليون من النازحين، وهذا العدد يعادل حوالي ربع من سكان لبنان، ما يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد اللبناني. وأكدنا على أننا مستعدون لتقديم مساعدات كافة في هذا المجال، بما في ذلك من خلال التقديم المساهمة في الجهود الدولية للتغلب على هذه الأوضاع الصعبة. ومع ذلك أكدنا على أنه لا يمكن تغيير هذه الأوضاع بشكل جذري إلا بعد تسوية الأزمة السورية التي تشكل مصدرا للنزوح الكبير. ونؤكد أيضا على أنه لا بديل لسياسة التسوية السلمية والدبلوماسية للأزمة السورية، وذلك بناء على بيان جنيف. نؤيد أيضا استئناف المفاوضات السورية التي من الضروري أن تنطلق جولتها الثالثة، وقد تم الاتفاق على أجندتها، ولا نريد أن تكون هناك محاولات للمماطلة لانطلاق هذه المرحلة هذه الجولة. ناقشنا غيرها من القضايا الإقليمية والدولية بما فيها الجهود الهادفة إلى تسوية الشرق الأوسطية، وهذه المسألة لها صلة مباشرة بلبنان، أخذين بعين الاعتبار عدد كبير من اللاجئين من فلسطين في أراضي لبنان. وأنا راض عن كيفية المفاوضات ونتائجها، وأعول على مواصلة اتصالاتنا لصالح تطوير علاقاتنا والاتصالات في شتى الاتجاهات. وشكرا. Господин министр, дамы и господа, во-первых, я хотела поблагодарить прием, который он оказал нам сегодня утром. Глубокие отношения, которые قد أكدنا على أهمية إجراء أو ممارسة السياسة التي تساعد على
تعزيز قدرات لبنان وتعزيز الاستقرار فيهم، ولابد من الاستقرار السياسي في لبنان، وهذه الإجراءات ضرورية من الناحية الاقتصادية، ضرورية للازدهار الاقتصادي، وبإمكان روسيا أن تلعب دورا مهما في تعزيز الاستقرار، وهذا مهم للبنان ولكل المنطقة. يجب أن تكون الحكومة قوية والرئيس قوي والجيش القوي وكل المؤسسات الحكومية يجب أن تكون قوية، وهذا الشرط ضروري لضمان الاستقرار في لبنان وفي كل المنطقة وفي كل العالم. تحدثنا حول الأخطار التي يواجهها لبنان الآن، وهي ناجمة خاصة عن العزمة السورية، ونحن نتفق على أنه لابد من الحل السياسي الدبلوماسي للأزمة السورية، ولبنان يدفع ثمنا كبيرا جدا، وهناك الخطر الإرهابي واستمرار الوضع في سوريا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الخطر الإرهابي، ولابد من حل هذه القضية في لبنان. الجيش اللبناني terrorism, and this is where we asked for وكل المؤسسات الحكومية التي تكافح الإرهاب بحاجة إلى الدعم من قبل روسيا في المجال اللوجستي، وهي بحاجة إلى الدعم في كل المجالات الأخرى. أما الأزمة الناجمة عن موجات النزوح للاجئين من الدول الأخرى، فالجانب الروسي يفهم أهمية هذا الموضوع، ولابد من حل هذه المشكلة، ويجب البحث عن أشكال جديدة للتعاون من أجل حل هذه القضية. وأعول على أن روسيا ستساعد لبنان وخاصة على الصعيد الدولي، وستساعد على تعزيز التعاون مع القيادة السورية من أجل حل هذه القضية، وهذا مهم لإنشاء الظروف الملائمة لعودة السوريين إلى الأراضي السورية. ركزنا كذلك على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية، وذلك ضروري لتعزيز الاستقرار في المنطقة، وهناك إمكانيات للتعاون في مجال إنتاج النفط والغاز، وبإمكان روسيا أن تصبح شريكا حقيقيا للبنان في هذا المجال، ومجال الطاقة مهم جدا، والتعاون في هذا المجال شرط لضمان الاستقرار. لابد من عدم الانحياز، مصادر الطاقة موضوع مهم جدا، وكل دولة لديها الحق في تزويد أو تلبية حاجاتها إلى مصادر الطاقة، وبإمكاننا الآن أن نتعاون بنجاح في هذا المجال، ولابد من تقديم الرخص لروسيا لكي تستطيع روسيا أن تشارك في عمليات استخراج النفط والغاز، ونعتقد أن روسيا بإمكانها بحكم قدراتها الكبيرة في هذا المجال أن تلعب دورا مهما في هذا المجال، ونحن نعمل بأن لبنان والدول المجاورة ستشهد الاستثمارات الروسية، وستكون السوق اللبنانية مفتوحة أمام البضائع الروسية.
the proper solutions, the good intentions for peace, for stability, through fighting terrorism. النوايا الحسنة ونحن مستعدون لمكافحة الإرهاب. Благодарю вас, господин министр. Нам мустаидун или таун. Хотел бы попросить задать телеканал ОТВ. Ливанский канал ОТВ. من أوتيفي بيروت سؤالي موجه إلى الوزير لافروف لقد تطرقتم إلى موضوع الانتخابات الرئاسية اللبنانية برأيكم ما هي المواصفات المطلوبة للرئيس الذي يمكن أن يقود لبنان وفي ظل الأوضاع التي يمر بها لبنان والمنطقة بشكل عام Вопрос от ливанского телевидения министру национальных дел Российской Федерации господину Лаврову. Будьте добры, прокомментируйте, пожалуйста, итоги первого раунда голосования по кандидатуре президента Ливана. А также не могли бы вы описать те черты и охарактеризировать будущего президента Ливана, какими он должен обладать качествами для того, чтобы справиться с теми вызовами, которые, перед которыми стоит Ливан и весь регион в целом? Это внутреннее дело Ливана. هو شأن داخلي لبناني. Сложное государство. ولبنان هي دولة معقدة ومتعددة الطوائف والعرقيات. والتركيبة الاجتماعية والسياسية للدولة اللبنانية مقننة في الدستور ويجب احترامها من قبل اللبنانيين قبل كل شيء ومن قبل الدول جميع الدول المعنية بأن يعيش الشعب اللبناني في الازدهار والهدوء أما عملية انتخاب الرئيس اللبناني فهي تعكس خصوصية التركيبة السياسية للدولة اللبنانية فليست لدينا أي أفضليات بهذا الشأن ونعتقد أن قرارات البرلمان اللبناني سوف تستجيب لمصالح الشعب اللبناني ولمصالح توحيد جميع الناس حول شخصية الزعيم القومي ولاستلباب الاستقرار للأوضاع وحل جميع القضايا التي تواجهها لبنان ونحن بالطبع سوف نتعامل مع أي شخصية سوف يتم انتخابها من قبل البرلمان اللبناني بناء على الدستور اللبناني ونعول على أنه أي رئيس انتخب سوف يكون مهتما بمواصلة علاقاتنا الودية لتعميق علاقاتنا التاريخية Шукран. Российский телеканал Раштудей, пожалуйста. Телеканал Россия, Арси. Спасибо большое. Наср Хасан. Шукран. Джазелин Хасан. Наср Мин Раштудей. Сид Сергей. Тахаддасту махаулель. Конфликт. Азма. Мировое сообщество. Ма хиэле. Хатават алати лабудда минха мин аджли даман тасуи аль-хакакия. Шукран. Придерживаться договор الأمر الأهم هو الالتزام بالاتفاقيات التي تنص عليها اتفاقية جنيف الصادرة في 30 يونيو عام 2012 والرفض الشروط المسبقة والمطالب غير الواقعية وقبول الحقيقة الواقعية التي تكمن في أنه ليس من حل عسكري لهذه الأزمة ولا يمكن أن يتم الحل إلا عبر الوسائل السياسية السلمية ومن أجل ذلك تم إطلاق عملية جنيف 2 في مونترو وروسيا كإحدى الجهات الراعية لهذه المفاوضات على ثقة بأنه أي مماطلة استثنائية لعقد الجولة الثالثة لجنيف مفاوضات جنيف تعتبر غير بناءة ونعتقد أنه لابد من الإسراع في إطلاق هذه الجولة الثالثة وردا على الشكوك والتشاؤم حول أنه لا جدوى من تلك الجولة نقول أنه علينا أن
نسعى إلى استخدام كافة الوسائل لذلك الإطار الذي أطلق عليه اسم جنيف 2، وهنا يكمن لب موقفنا، ومن يحاول عرقلة هذه العملية يأخذون على عاتقهم مسؤولية كبيرة، وربما ليس من قبيل الصدفة من يقف ضد إطلاق الجولة الثالثة لجنيف 2. يترددون فيما يتعلق بعمل بالأعمال الهادفة إلى درء الإرهاب، الخطر الإرهابي الذي يتصاعد في سوريا ويشكل خطرا على الإقليم والمنطقة برمتها. فلذلك أذكر مرة أخرى بأنه الكلمة التي أعطيت مرة يجب الوفاء بها، واتفاقية مجموعة الثمانية في السنة الماضية خلال قمة مجموعة الثمانية في إيرلندا الشمالية حول أن الإرهاب هو الخطر الرئيس في الأزمة السورية، وحول أن على الحكومة السورية والمعارضة أن يوحدوا جهودهم لمكافحة الإرهاب بجهود جماعية، يجب الالتزام بهذه الاتفاقية. ونحن كجهة مشاركة في تلك الاتفاقية ندعم هذا الموقف، ولدينا أسس كاملة وكافة للحديث حول أن الحكومة السورية أيضا مستعدة لدعم هذا الموقف. والأمر يعود الآن إلى بقية الأطراف التي وقعت على اتفاقية الثمانية ومن يؤثر على المعارضة بشكل حاسم. شكرا. الكلمة لقناة الميادين اللبنانية. السيد سيرجي، السؤال موجه إليكم لدو المصالحة بين فتح وحماس التي حصلت أمس، ما رأيكم حول تصوية لهذا النزاع؟ ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قد قال أمس أن عباس يجب عليه أن يختار إما إسرائيل إما الطرف الفلسطيني. سمعت أيضا تفسيرات من قبل الولايات المتحدة، وهي عبرت عن خيبة الأمل حول الاتفاقية حول الوحدة الفلسطينية، وأطلقوا على هذه الاتفاقية تسمية أنها الاتفاقية التي تم التوصل إليه في موعد غير ملائم. بصراحة هذا التقييم يثير للاستغراب، لأنه أي إنسان عقل ينطلق من أنه وحدة الشعب دائما يجب أن يكون أمرا مرحبا من قبل الجميع، مرحبا به من قبل الجميع، ودائما كنا ندعو إلى هذا الموقف لحل القضية الفلسطينية المزمنة. ونحن على يقين من أنه دون الوحدة الفلسطينية فإن أي اتفاقيات قد يكون توصل إليها بين فلسطين وإسرائيل ستكون غير ثابتة. أما تطبيق القرارات التي أعلن عنها أمس، فنحن على يقين من أن الوفد الفلسطيني سوف يتمكن بمسؤولية أكبر وفعالية أكبر للعمل أثناء المفاوضات مع الشركاء الإسرائيليين. وأنا لا أدري أن الوفد الفلسطيني الموحد سوف يتعارض مع المصالح الإسرائيلية، بالعكس القرارات التي سيتم اتخاذها خلال هذه المفاوضات سوف تتخذ بمسؤولية أكثر وستتسم بمتانة أكثر أمام الشعب الفلسطيني كله، وهذا يستجيب للمهمات التي يسندها المجتمع الدولي الداعي إلى تسوية الشرق الأوسطية الشاملة. فيما يتعلق بتقييمات هذه الاتفاقيات من قبل واشنطن وهي تشكك في ضرورة التوصل إلى الوحدة الوطنية، فأنا أكرر أنه بالنسبة للدبلوماسية والسياسة حتى إذا كانت هناك أهداف أنانية وغير مرتبطة بهذا النزاع بشكل مباشر، فالحديث عنها أمر غير صحيح من الناحية الدبلوماسية.
غير أنه إذا تحدثنا عن أمثلة أخرى حينما يطلب أو تطلب الوحدة الأوكرانية فممكن يمكننا أن نضرب على سبيل المثال الملف الأوكراني حين تم التوصل إلى اتفاقية في 21 من فبراير بين زعماء المعارضة الثلاثة ووزراء خارجية ألمانيا وبولندا وفرنسا والرئيس يانوكوفيتش المعزول وكان البند الأول لتلك الاتفاقية ينص على ضرورة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وفي اليوم الثاني تم خرق هذه الاتفاقية من قبل من وقع عليها وتم الانقلاب الحكومي وبدلا من الأسبقية التي تم التركيز عليها في اتفاقية 21 فبراير وهي حكومة الوحدة الوطنية والإصلاح الدستوري مع نزع السلاح من المجموعات المسلحة غير الشرعية وثم إجراء انتخابات مبكرة بدلا من ذلك تم إعلان حول أنه لن يتم التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية و تم إقصاء الإصلاح الدستوري ولكن للمقام الأول قدموا فكرة الانتخابات الرئاسية المبكرة وليس في أواخر هذه السنة ولكن في 25 من مايو فلذلك عندما يدافع شركائنا الأوروبيون والغربيون يدافعون عن تصرفات السلطات التي انتهكت بشكل صارم الاتفاقية التي تم التوصل إليها في الحقيقة يعني أن الولايات المتحدة لا تدعم تشكيل وحدة حكومة الوحدة الوطنية في أوكرانيا باعتبارها الهيئة القيادية يمكنها أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأقاليم الأوكرانية وتوفر الشروط للعمل على الإصلاح الدستوري وبناء على ذلك بعد تبني الدستور خلال الاستفتاء الشعبي إجراء انتخابات مبكرة رئاسية وبرلمانية أنا أعتذر من هذه النبذة التاريخية إلى الملف الأوكراني ولكنه ضربت هذا المثال مقارنة مع للتأكيد على الموقف شركائنا من فكرة الوحدة الوطنية شكرا كلمة لقناة دوشتا سؤال موجه إلى السيد لافروف قد تطرقتم إلى الأوضاع في أوكرانيا وقد تحدثتم عن ذلك في معهد العلاقات الدولية إذن لم تنفذ الاتفاقية ل 25 فبراير واتفاقية جنيف الأخيرة تخرق وتدل على ذلك المعارك قرب سلافيانسك هل يعني ذلك نهاية للجهود أو إهباط جهود الدبلوماسية وكيف يمكن تحسين الوضع هل بإمكان روسيا أم الولايات المتحدة أن تبدي المبادرة وأن تعلن ضرورة نزع السلاح من المعروف أن جنوب الشرق موالي لروسيا ويمكن أن تبدأ عملية نزع السلاح هناك بمبادرة روسيا ما رأيكم في ذلك؟ لا أعتقد أنها هي دائرة مشؤومة لأنها دائما مرتبطة بقضية الدجاجة والبيضة ماذا كان قبله فبهذا الصدد ليس هناك أي مشكلة فيما يتعلق بالأسبقية أنا ذكرت اتفاقية 21 فبراير وتم خرقها في اليوم الثاني بعد الاتفاق نتيجة الانقلاب الحكومي وبعد ذلك اتضح أن من استولى على السلطة عاجزين عن بسط النظام في كييف وفي البلاد وبسط سيطرتهم على القوى المتطرفة ولم يتم نزع السلاح كما كان ينص عليه على ذلك النص الاتفاقية ولكن في الحقيقة اعتمدت السلطات الأوكرانية الجديدة على خدمة تلك الجماعات المسلحة المتطرفة و بدأوا يتلاعبون مع حركة القطاع الأيمن التعصبية المتطرفة وتم إقصاء الإصلاح فكرة الإقصاء الدستوري وظهرت في البرلمان الأوكراني مجلس رادة تصريحات لاذعة حول ضرورة إلغاء وضع قانوني للغة الروسية و
بدأت النداءات إلى اتخاذ الاعتداءات على الثقافة الروسية والدين الأرثوذكسي، وكانت السلطات الحالية الأوكرانية غير قادرة حتى على توفير حماية للمرشحين للرئاسة. البعض منهم تعرضوا للاعتداءات وحرموا من الوصول إلى وسائل الإعلام، وفي هذه الظروف عندما رفض الناس الاعتراف بشرعية السلطة الحالية في كييف ورفضوا قبول الأوليغارشية الذين تم تعيينهم إلى مناصب حكام الأقاليم، وبدأ الناس يشكلون هيئات قيادية محلية، أطلق عليهم اسم الإرهابيين من قبل سلطات كييف، وهذه السلطات أطلقت عملية مكافحة الإرهاب باستخدام قوات الجيش والقوات الخاصة ضد الناس العزل. وما حدث في مدينة سلافيانسك وماريوبل في الليل الأخير، هذا كله ظواهر للسياسة التي تمارسها السلطات الحالية في أوكرانيا المعتمدة على المجموعات النازية الجديدة والمتطرفة المتعصبة، التي كان من الضروري بموجب اتفاقية 21 فبراير نزع سلاح منها. فلذلك نعتقد أنه من التدابير الأول أولوية يجب وقف التصرفات غير المسؤولة من قبل السلطات في كييف، التي يجب أن تتدارك مدى مسؤوليتها عن كل ما تم التوصل إليه في اتفاقية 21 فبراير وفي اتفاقية جنيف أيضا، حينما قيل أنه لا يمكن استخدام القوة ضد الشعب، لا سيما بناء اعتمادا على القوة المتطرفة، وهذا هذا هو استخدام مفرط للقوة. وأيضا تنص الاتفاقية الأخيرة في جنيف على ضرورة نزع سلاح من الراديكاليين المتطرفين كما قلت، وذلك إلى جانب مطلب آخر خاص ب إعلان مكافحة الكراهية الدينية والمعادات للسامية، وتنص الاتفاقية أيضا على ضرورة إطلاق حوار وطني شامل. لا يحدث أي شيء من هذا القبيل، ولا نشك في أن الخطوات الأولى التي يجب أن يتم اتخاذها هي يجب أن تكون من قبل السلطات كييف، وهذا الأمر لا جدل فيه، ولا يجب الانحراف من هذا الأمر، كما ويجب التخلي عن أي محاولات كما يقوم بذلك شركاءنا الأوروبيون الذين يعتقدون أن هناك ملائكة استولى على السلطة في كييف. ومن غير الصحيح توجيه اللوم والاتهام إلى روسيا دون تقديم أي إثباتات أو دلائل على أن روسيا متورطة في هذه الأزمة. فيما يتعلق بأن شركائنا الأمريكيين قادرين على التأثير على من استولى على السلطة في كييف، فلا نشك في ذلك، ودليل على ذلك أن مدير الاستخبارات الأمريكية قام بزيارته سرية إلى كييف ثم تم